اهلا ومرحبا بحضراتكم في الجزء الثالث من دبلومة التحكيم التجاري الدولي، والتي قمنا بعرضها على مدار 10 حلقات متواصلة تم بثهم بمعرفة اللجنة الإعلامية والمركز الإعلامي التابع لنقابة المحامين. واليوم ونحن في صدد المحاضرة 11 وقلت الجزء الثالث لأننا أنهينا الأول، هو كان الجانب النظري وهو الأكبر والذي مر على 7 محاضرات، والجزء الثاني اتصلت في 3 محاضرات مطولة اقتصر فقط على مجرد تنبيه أو توضيح ما هو الواجب عمله طبقا للسير في إجراءات التحكيم بشكل عام. والجزء الثالث في بداية المحاضرة 11 والمتعلق بإنهاء إجراءات التحكيم. إنهاء إجراءات التحكيم بصدور حكم، صدر حكم وأنا عايز أنفذ، فبالتالي أنا لازم أحصل على صيغة تنفيذية. طيب ما هي شروط حصولي على صيغة تنفيذية؟ المعروف لدينا جميعا أن حصولي على الصيغة التنفيذية للحكم يتطلب مني أولا استخراج صورة رسمية للحكم وإعلان الخصم بها، وهذا أمر هام وهو أول مراحل الحصول على صيغة تنفيذية. باخد صورة من حكم التحكيم معتمدة من مركز التحكيم وبعلن بها الخصم. أي نعم هو حضر التحكيم ولكن لازم أعلن. ثم ينقضي على تاريخ إعلاني هذا مدة 90 يوم، 90 يوم وهو ميعاد رفع دعوة بطلان حكم التحكيم. بعد 90 يوم من تاريخ الإعلان واستخراجي شهادة من محكمة استئناف القاهرة أو المحكمة الابتدائية المختصة بحسب حالات التحكيم كما وضحت في الجزء الأول أن في تحكيم دولي وتحكيم داخلي. إذا كان التحكيم دولي فيستلزم الأمر إذن من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو الاستئناف بيصدر منه أو حتى استخراج الصيغة التنفيذية كما سوف أبين بيصدر منه. ده كل ده منظم طبقا للمادة 56 من القانون 27 سنة 94، هو الخاص بالتحكيم التجاري. وبيقدم الطلب بعد 90 يوم وباستخراج الشهادة بعدم صدور أو رفع دعوة ببطلان حكم التحكيم للسيد رئيس المحكمة المختصة. والمحكمة المختصة هي إما رئيس المحكمة الابتدائية المختصة إذا كان تحكيما تجاريا محليا داخليا في الدولة، وإذا كان تحكيما دوليا فبيصدر الإذن أو الأمر من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من يقوم مقامه. ويقدم الطلب من صاحب الشأن بموجب التوكيلات الرسمية، وكما أوضحت سابقا أن التوكيل بيفضل توكيل خاص في السير في إجراءات التحكيم أو في حضور جلسات التحكيم أو في استخراج صورة من أحكام التحكيم أو في استخراج صيغة تنفيذية. كل ما كان التوكيل خاص كل ما ده كان بيبقى specific more specific أكتر في موضوع التحكيم علشان أبقى محدد مين المختص بالقيام بهذه الإجراء. طريقة الصيغة التنفيذية هي بتصدر بناء على شكل أمر على عريضة، كأنها شكل أمر على عريضة، بيتقدم الطلب والطلب ده بيتأشر عليه وبيرفق بيه صورة الحكم الخارجة من مركز التحكيم المعتمد وبعد اعتمادها واعتمادها من المحكمة المختصة، وتعرض بذات الشروط والأوامر والعرائض طبقا لقانون المرافعات في المواد 194 للمادة 200 من قانون المرافعات، فيؤشر عليها ويصدر التأشير في إصدار صيغة تنفيذية والخاصة بالجهة المناط بها التنفيذ على الحكم، بحيث أن بعد كده يسلم ل محضرين التنفيذ ويتم إجراءات الحجز والتنفيذ طبقا لأحكام قانون المرافعات. هذه هي الشروط المبسطة في
استخراج الصيغة التنفيذية، وإن كان أهمها هو حساب المواعيد، وهي مدة 90 يوم الخاصة بإصدار الخاصة برفع دعوة بطلان حكم التحكيم، فواتها معناه أحقيتك في استخراج صيغة تنفيذية على حكم التحكيم، ويتم احتسابه بعد مدة 90 يوم. طيب أنا لو أنا رافض هذا الموضوع، طب أنا عايز أرفع دعوة بطلان خلال 90 يوم، جت هنا بقى المادة 58 من القانون قالت لي إيه؟ قالت لي ترفع الدعوة خلال 90 يوم من تاريخ إعلانك بحكم التحكيم حتى لو كان حضور، وتنظر دعوة البطلان أمام محكمة مختصة طبقا للمادة 56، وهو المحكمة الابتدائية المختصة أو محكمة الاستئناف بحسب الحال. ما لم يتقدم الطرفين إلى محكمة استئناف أخرى، معناها طبق المادة 58 إن ممكن الأطراف يكونوا في صدد تحكيم تجاري دولي، ولكن يفضلوا أن ينظر دعوة بطلان حكم التحكيم محكمة استئناف بخلاف محكمة استئناف القاهرة، مثل محكمة استئناف اسكندرية، مثل محكمة استئناف بورسعيد، مثل محكمة استئناف دولية. ده من حقه، ده من ضمن أحكام القانون، لأن التحكيم اتفاقي إنه ينظر مثلا الاستئناف ده أمام محكمة استئناف دولية من إحدى دوائر استئناف أحكام التحكيم في المراكز الدولية. بعض المراكز الدولية زي الـ ICC أو الـ Exit أو غيره بيتيح درجة من درجات الاستئناف. أنا صدر لي حكم من مركز التحكيم، وإن كان التحكيم بيظل خاضعا لسلطة المحكمة التي تنتهي كافة الإجراءات التحكيم فيها، يعني أنا لما أعوز أطعن بالاستئناف أنا ممكن أروح الاستئناف في الدولي وارجع تاني لمحكمة استئناف القاهرة. ولو كان التحكيم محلي، لو كان التحكيم محلي أنا عايز أروح لاستحكيم دولي، كأني بعيد إجراءات التحكيم مرة أخرى وإن كان بدائرة استئنافية. يبقى هنا اختلف مفهوم استئناف التحكيم من حيث بطلان حكم التحكيم، اختصار أن أنا ببطل حكم التحكيم لعيب في إجراءات التحكيم، لعيب في إجراءات سير الدعوة، لفاقد صلاحيات بعض المحكم، لفقد صلاحيات شروط التحكيم، لبطلان الاتفاق، لكذا كذا كذا، لأي وجه من الوجوه التي تعددت كما ذكرناها سابقا. وممكن لنظره مرة أخرى لبطلان النزاع نفسه، فينظر كأنه بينظر الموضوع مرة أخرى محكمة تحكيم جديدة وكأنها دائرة استئناف. هذا الجانبان هم من أهم جوانب الارتباط بإصدار حكم ببطلان حكم التحكيم أو بإصدار أمر على استخراج صيغة تنفيذية على حكم التحكيم. كان مع حضراتكم الدكتور وليد وهبي. شكرا جزيلا.